يا اهلا بالفيلموية. النهارده هنتكلم عن فيلم الخيال والمغامره Planet of the Apes او كوكب القرده. لكن قبل ما نبدا، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات، وده علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه. بتبدا احداث الفيلم مع رائد السفينه الفضائيه وهو قاعد بيتولى القياده، واللي اسمه تايلور، ومعاه مجموعه تانية من رواد الفضاء اللي كانوا في حاله ثبات، وبيقول ان الزمن بيهم هنا عدى سريع جدا على عكس اللي بيحصل على كوكب الارض، وانه هنا في كام شهر عدى 400 سنة من الزمن على كوكب الأرض. حقن نفسه وبعدها دخل ونام في ثبات مع باقي رواد الفضاء الموجودين، وكانت السفينة بتتحرك بسرعة كبيرة جدا، والسفينة وقعت في بحيرة ساعتها، وكل اللي كانوا موجودين على السفينة صحيوا من صوت الارتطام ده. لما صحيوا كل واحد اكتشف ان هو بقى كبير في السن بشكل مخيف، وكان معاهم واحدة اسمها ستيوارت، لكنها هي كمان ماتت وما قدرتش تعيش معاهم بالظروف دي. تايلور ساعتها كان بيحاول يشغل السفينة علشان يهرب مع صحابه، اما دوج طلع علشان يختبر حالة الطقس وهل هيقدروا يتنفسوا ولا لا. في الحقيقه ان التنفس كان متاح على الكوكب ده، علشان كده نزلوا من السفينه بعد ما خدوا معاهم حاجات، والحاجات دي هم كانوا محتاجينها، وركبوا على الزورق ده ومشيوا. فضلوا يعوموا بالعوامه الصفراء دي لحد ما وصلوا للبر، وكانوا شايفين سفينتهم وهي بتغرق. واول ما وصلوا، دوج كان بيحاول يختبر حاله التربه، وصاحبهم لندن الثاني كان عمال يفكر في ستيوارت اللي ماتت وغرقت في البحر. دوج بعد ما فحص الارض قال لهم ان دي مستحيل تبقى مناسبه لمعيشه البشر، اما لندن راح حاطط علم امريكا على الارض كنوع من الفخر انهم جم هنا. وبعد كده اتحركوا ومشيوا، وما كانش معاهم اكل ولا ميه الا لمده 3 ايام بس. فضلوا ساعتها يتمشوا ويروحوا اي حته علشان يلاقوا اي سبيل للنجاه. وقتها كان في صخور بتنزل من على المنحدر ده وكانت هتقتلهم، بس هم ساعتها قدروا يهربوا على اخر لحظه. كان نفسهم يشربوا من الخضه دي، بس قالوا لا، احنا هنكمل ونوفر الميه دي. وهم ماشيين صاحبهم لاندون كان بيقول ان احنا لازم نكمل وما نشيلش هم اللي على كوكب الارض، وده لان من المؤكد ان كل اللي نعرفهم ماتوا، واحنا عدى علينا سنين كتير. ساعتها بيلاقوا على الارض نبات غريب كده، وكل واحد فيهم ساعتها اندهش، ازاي نبات بالشكل ده موجود في التربه دي؟ والمفروض انه طالما في نبات في الحته دي يبقى هيكون في نبات في حته تانية، علشان كده احنا لازم ندور كويس. لما كانوا بيتمشوا كانوا بيحسوا ان في حد عمال يراقبهم من فوق الصخور، وما كانوش عارفين مين الحد ده، لحد ما وصلوا لمكان فيه نصب من القماش والخشب وكان على شكل اكس، علشان كده قالوا نطلع نشوف في ايه فوق. وهناك اكتشفوا كميات كبيره جدا من الشلالات اللي ادهشتهم كلهم، ونسيوا ساعتها كل حاجه وقلعوا نزلوا يعوموا، ونسوا ان في حد اصلا بيراقبهم. ولما ركزوا لقوا قدامهم خطوات اقدام على الرمل جنب الميه، وساعتها شافوا حد بيسرق هدومهم. فضلوا يجروا وراهم لحد ما لقوا الهدوم متقطعه، ولبسوا اللي عرفوا يلبسوه ساعتها، وبعدين مشيوا، وده لحد ما شافوا كميه كبيره من الناس البدائيه الغريبه. وفجاه كل الناس دول جريوا وهربوا، وظهر قدامنا مجموعه من القرود راكبه على الخيول. غير كده القرود دي كمان كانت مسلحه، ودي حاجه غريبه جدا. كلهم كانوا بيحاولوا يهربوا، بس دوج خد طلقه من القرود دي ومات، والكل كان عمال يهرب، بس لندن اتعلق في شباك مع الباقي، وتايلور خد طلقه في رقبته. المفروض ان مهمه القرود دي هي قتل الناس كلها، علشان كده هم خدوا معاهم تايلور وكانوا معلقين ناس كتير من رجليهم. اول ما تايلور بيفتح عينه ويفوق بيشوف قدامه واحده جميله اسمها نوفا. بعدها تايلور بيلاحظ انه في مستشفى وفي قرود تانية بتحاول تعالجه من جروحه. بنعرف ان في دكتوره عند القرود اسمها زيرا، ومهمتها هي دراسه حاجات كتير ومعلومات مختلفه عن عقل الانسان. بعد كده تايلور بيتنقل لزنزانه ويقعد فيها حبه، وبيجي قرد يرش عليه ميه علشان يصحيه ويتكلم مع الدكتوره زيرا. بيعرف تايلور ان الغوريلا بتمثل قوات الشرطه والعسكريين والصيادين، وانسان الغاب هو الاداري والسياسي والمحامي، والشمبانزي هم المفكرين والعلماء، والمفروض ان كل البشر ما بيعرفوش يتكلموا، والمفروض ان القرود بيقتلوهم ويستخدموهم كعبيد. تايلور ساعتها كان بيحاول يتكلم مع زيرا، وبعت لها ورقه وكتب عليها اسمه. ولما جه انسان الغاب اللي هو دكتور زايوس، عارف ان تايلور ده محترف جدا وكمان خطر عليهم. تايلور بيعرف يهرب في يوم من الايام، وبيكتشف انه على كوكب بدائي القرود هي اللي مسيطره فيه، وبيكتشف ان هو متقدم عنهم وعارف حاجات كتير. غير كده انه شاف جثث اصحابه موجوده في متحف ومتحنطه كمان. القرود بتعرف تمسكه مره تانية، وساعتها اكتشف ان حنجرته بقت احسن وقدر يتكلم مع القرود عكس اللي كان معروف عن باقي البشر، عشان كده قدر يقنعهم بقصته وباللي حصل معاه بالظبط. راح عامل طياره صغيره من الورق ورماها، ده خلاهم يعرفوا ان ممكن الواحد يطير. دكتور زايوس قال خدوه للمحكمه، وساعتها تايلور حاول يحكي اللي حصل ويكتب قصته، بس كل اللي كانوا هناك كانوا بيضحكوا على اللي هو بيقوله، وكانوا مصرين انه يعترف بالحقيقه، وبالرغم من كده هو كان عمال يقول لهم حقيقته وازاي جه هنا المكان ده، حتى ان هو قال لهم انا ليا واحد صاحبي مات والتاني مفقود. واحد قال له احنا هنخليك تشوف كل الناس دي، ولما شاف كل الناس لقى لندن موجود وسطهم، بس اتعملت ليه عمليه جراحيه في دماغه، والعمليه دي خلته ينسى كل حاجه، علشان كده
كده رجعوا حبسوا تايلور من جديد وقالوا احنا لازم نتخلص منه. بس بعد كده زيرا كانت مصدقه تايلور وحاولت ان هي تساعده ان هو يهرب، وساعتها انقذ نوفا هو كمان، وبيهربوا ساعتها وبيروحوا المنطقه المفروض انها محظوره، وده لان المنطقه فيها معالم انسانيه قديمه. زايوس وجنود بيجروا ورا تايلور وده علشان يقبضوا عليه، وساعتها لما بيكونوا في المكان ده تايلور بيقول لهم انتم مخبيين الحقيقه وان البشر كانوا عايشين هنا، حتى ان تايلور بيوريهم دميا وبتقول ماما، وساعتها دميا كانت بتتكلم وده خلى باقي القرود تخاف وتهرب، وساعتها تايلور سيطر على زايوس. زايوس قال له انت عندك حق، البشر كانوا عايشين هنا بس احنا مستوى ذكائنا بقى اعلى منكم فسيطرنا عليكم. تايلور قال له ساعتها سيبني اهرب انا ونوفا على الحصان ده وما تجيش ورانا. ولما هربوا زايوس دمر المكان ده علشان يمحي باقي اثار البشر، وساعتها تايلور ونوفا كانوا راكبين الحصان وبيجروا بيه، وده لحد ما تايلور اكتشف حاجه غريبه، اكتشف ان كل ده على الكوكب بتاعه لما انهار والقرود سيطرت عليه، وده بسبب ان تايلور عدى عليه 700 سنه، والدليل على كده انه شاف تمثال الحريه مغمور في التراب والرمل، وده معناه ان الحضاره الانسانيه كلها انهارت وبقت تحت سيطره القرود، ولحد هنا بيخلص فيلمنا. طبعا في النهايه لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات، وده علشان عندنا ملخصات ناريه لسه هتنزل. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.